السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شيوات آسيا. اليوم غنحضر لكم معقودة بالخضر. المقادير ديالنا عندنا 4 بطاطات مقشرين منقيين، واحد الجزارة، واحد القرعة خضراء، الدقيق، وثلاثة البيضات، كاس الزيت، عندنا مغرفة صغيرة الخرقوم، مغرفة الملح، نص ملعقة الإبزار، مغرفة كبيرة ديال الكمون، جوج مغارف قزبر ومعدنوس، وجوج تومات محكوكين، وثلاثة ديال الفرماج، أي فرماج كان. بعد ما قطعنا البطاطا ديالنا عملناها في الماء الطيب، كنحكو الجزرة ديالنا والقرعة الخضراء في حكاكة رقيقة. بعد ما حكينا الجزرة والقرعة ديالنا عملته يتشحر في المقلة، ضفت له مغرفة ديال الزبدة والزيت اللي بغيتو، من بعد كنضيف له التوابل ديالو، كنضيف الخرقوم، الملح والإبزار، التوابل كلهم كنضيفو من غير الربيع هو الاخراني، قزبر ومعدنوس هو الاخراني، والثومه. شحرنا الجزر ديالنا والقرع، غنضيفو الربيع وغادي نطفيو عليها بوطه باش يبقى الربيع في الطبيعه. بعد ما وجدت لنا البطاطا ديالنا نضيفو لها مكونات كاملين، الفرماج، بيضة وحدة، كنخلطوهم مع بعضهم باش نكونوهم قريصات ونقليوهم في المقلة. كنمعكوها مزيان باش كتجانس التوابل مع البطاطا. شوية الزيت باش ما تلصقناش الخليط ديالنا، كنشكلوهم كويرات. كندوزوهم في البيض ونعودوهم في الدقيق. على هذا الشكل الكريسات ديالنا باش يتقلاو في الزيت. كنضيفو
كنصبوها تحمر من الفوق، خليوها تحمر من تحت مزيان باش ملي تجيو تقلبوها ما تفتتش ما تكسرش. وجدت المعقودة ديالنا زيناها على هذا الشكل.